صدقني اللي حصل معاك ده ما كانش صدفة، ما كانش صدفة ان ربنا يختبرك بتجربة صعبة، فتصلي وتدعي كتير ان ربنا يهونها عليك. ما كانش صدفة انك تضيع حاجة منك علشان ربنا يكتب لك الاحسن. ولما وقعت في ورطة دي ما كانش صدفة، ده ربنا بس كان بيكشف لك ناس حواليك خاب ظنك فيهم. ما كانتش صدفة انك تلاقي رسائل بطريقة غير مباشرة تكون طبطبة من ربنا عليك، فتعرف انه بعتها ليك علشان يقولك انا معاك، ما تخافش اطمن. ما كانتش صدفة لما دموعك تنزل طول اليوم وما تعرفش تنام من كتر وجع القلب وربنا يهون عليك. كل الحاجات دي ما كانتش صدف، دي مواعيد ربنا مقدرها علشان تصبر وتلجأ له في عز ضيقتك، وتثق انه الوحيد اللي هينجيك منها ويفرحك ويعوضك خير. وما تنساش ان ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فما تقلقش انت قدها يا بطل. الى اللقاء.